عبر التسجيل عن طريق اللاعب خالد المولهي في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، ليتمكن بعدها فريد ملولي من تعديل النتيجة 3 دقائق فقط قبل نهاية المرحلة الأولى. خلال الشوط الثاني عاد أولمبي شليف ليسجل الهدف الثاني عن طريق محمد مسعود في الدقيقة 85، ودقيقة بعد ذلك نجح اللاعب خالد المولهي في إعادة الأمور إلى بدايتها. وفي الوقت بدل الضائع تمكن المهاجم نيونغ من تسجيل هدف الفوز مانحا الترجي نقاط المباراة. وأيضا ما